أقامت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق مخيماً كشفياً لأعضاء فرقة البراعم والأشبال والزهرات وكشافة ومرشدات مبتدئ في المجموعة، جاء تحت عنوان بادن باول الصغير. وشمل المخيم الذي أقيم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق وحضره الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي للمطرانية والشماس بول جوري المرشد الروحي للكشافة والأب عماد بواب على فقرات روحية ورحلات تعليمية وفقرات ترفيهية. عنوان المخيم بادن باول الصغير، مؤسس الحركة الكشفية، كل واحد منهم بده يكون على مثاله بالالتزام ويكون مستعد للتعاون مع الأهل، احترام الطبيعة، احترام بعضنا البعض، بيعطوا حياة للمطرانية وبيشاركوا دائما بتنظيم الصلوات، بتنظيم كل الاحتفالات في المطرانية، وهالأطفال الصغار بيزرعوا فيهم حب الكنيسة، حب المسيح. فهالمجموعة الكشفية بالإضافة للأمور التنظيمية هناك أمور روحية ودينية بتكون لإلهم، ودائما بيكون برنامج ترفيهي وأيضا برنامج صلوات، وبتمنى لهم حياة كشفية جيدة، وخصوصا هن بيحملوا اسم بادن باول مؤسس الحركة الكشفية الأول، وبتمنى أنه يعيشوا حياة بادن باول الصغير. هو كبير طبعا لما أسس الحركة الكشفية، ولكن عاش للأطفال وحب الأطفال، عشان هيك أسس الحياة الكشفية. فأنا بتمنى لهذا المخيم النجاح، وبتمنى للقيادة التوفيق معهم لا يوصلوا للهدف اللي بنوا فيه هذا المخيم، والرب يعاهم. هذا المخيم بيعيش فيه حياة بادن باول اللي هو مؤسس الكشاف، وكمان بيتعلموا شوي عن حياة الخلاء، كمان فيه أشياء ترفيهية وتعليمية، وأكيد ما بننسى جانب الاجتماعي، رح نعلمهم كيف يعملوا مع بعض أشياء ويكون عندهم روح جماعية. ومنحب نشكر فضائية نورسات لأنه إجوا وغطوا مخيمنا. إحنا اليوم بمخيم أشبال وزهرات، هذا المخيم اللي هو بتضمن نشاطات ترفيهية وكشفية للأولاد، وكمان هذا المخيم حننمي فيه المهارات الكشفية للأولاد، وحنعطيهم كمان مواضيع دينية بحيث ننمي لهم المهارات هاي كمان، وحيكون في عندهم رحلات. هو مخيم سنوي إحنا بنعمل لهم إياه، وعادة بيكون داخل أسوار الكنيسة عشان إحنا نعودهم أنه إحنا مكان خدمتنا الكنيسة من هم وصغار. أي إشي إحنا حابين نعمله إحنا داخل الكنيسة، من أشياء نتعلمها، من ألعاب مغامرة، من دروس دينية، أشياء كشفية، حتى ممكن أشياء من حياة الخلاء إحنا نمارسها داخل الكنيسة. ويهدف هذا المخيم الذي استمر لثلاثة أيام وسمي باسم مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية لدى المشاركين في المخيم، وتأسيسهم على حب العمل والخدمة الكنسية والمجتمعية التي هي أساس العمل الكشفي.